وفجأة ايه بقى بنت امل؟ اما طلع ورقة بمية دولار عادي كده وكأنه بيسحب ورقة من دفتر بفرة. شفت التلقائية؟ اه والله لاست. انا بقول لك كل الكلام ده ليه؟ علشان تعرف ان امك مقصرة في حقنا، حرمتنا من اليغمة دي، ده احنا كنا هنغرف منها غرف. لما قالت كلمتين حلوين في حقي راحت وقفت في صف خديجة وقالت لها الايه؟ اقطعي رجلي من الفيلا. فيلا ماما ما بتحبناش يا امل، ما بتحبناش. انت عارفه خديجه؟ خديجه في قرارة نفسها، ما تطمنولي عادي والله. سألوني ايه بقى في امك؟ ايه ده؟ ايه يا بنت البتاع دي؟ وريني كده؟ طبعا طبعا، وامك عماله تاخد من الهدايا بتاعت البنت خديجه. كده هداياها دي. عارفه انا عايز اقف مع خديجه ليه؟ علشان احميها من امك، عشان امك شريره يا امل. اه والله مش طبيعية يعني. شوفي سايباك لحد دلوقتي إن لما فكرت حتى تعمل لك لقمة تاكليها ولا حتى تقلي لك بطاستاية. بس أبوك يا بنت بيحبك، هيقلي لك بطاستاية ويقوم عصير لك عليها تمام موية كده كأنها كشطب. أنت تحب الكشطب؟